العرض اسمالي كتك العرض اسمه كالواسيس إما أفنن يبزق يحمر إلي زقاف يمين يسي زوران إما الحلميات ولاد اللي تكشي. كيشرفنا اليوم باش ننظموا واحد الحملة أو يوم طبي وتشخيصي لفائدة نساء وفتيات المعدر، واحد في واحد التخصص اللي هو يعني من التخصصات النادرة ومن التخصصات اللي ما كيكونش عليها الإقبال نظرا لواحد الخوف اللي كيكون عند العيالات، وهذا المرض الخبيث اللي كينتشر بواحد السرعة. احنا كمكتب الجمعية فكرنا بأن ننظموه للنساء، والحمد لله عليه واحد الإقبال كبير. التخصص كاين عنق الرحم ثم سرطان الثدي، وبالإضافة إلى قياس السكري وكذلك الضغط، وكاين كذلك واحد الحملة ديال التوعية النسائية في مجموعة من المواضيع الخاصة بالنظافة للأبناء وكذلك الصحة بالنسبة للصحة ديالهم. وكنشكر الجمعيات الشريكة معنا كل وحدة بالاسم ديالها وجميع الأطباء الحاضرين معنا وكذلك الأطور والناس كاع المساهمين معنا كل واحد باسمه. هذا النهار جينا نديرو هذا الحملة ديال التحسيس هو الفحص ديال سرطان الثدي وعنق الرحم، حيت هذا المرض سميتو بزاف الناس خافوا منه، وحنا ديك الفكرة ديال أنه الإنسان سيغتو العيالات ديال العالم القروي ما كيمشيوش يديروا الكشف، داك الشيء علاش هذا النهار جينا عندهم باش نديرو لهم الفحص ونوريهم المخاطر ديال هذا المرض والدور ديال الكشف المبكر. يعني إذا كان الكشف في المراحل، إذا كان المرض في المراحل ديالو الأولى ماشي بحال إلا وصلت لواحد المرحلة اللي هي متقدمة، يعني كيكون الكشف كيكون سهل في العلاج ديالو في المراحل الأولى، ما في المراحل المتقدمة راه كيكون تقدر حتى توصل المرأة للوفاة. يعني ممكن تواجدوا بالمركز الصحي المعدر في إطار تنظيم يوم طبي وتشخيصي لفائدة النساء وفتيات جماعات المعدن الكبير. يعني هذا اليوم الطبي هذا كيجي في اطار الانشطه المشتركه اللي وكبت المبادره على تنظيمها بشراكه مع جمعيه التامين والتوزون في المعدن الكبير، وكذلك بتنسيق مع جمعيه راديه للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وكذلك بتنسيق مع جمعيه تشلداء السكري ومع مندوبية الصحة بتزنيت. سي نستاف زعما تنغيز صبح ربي بنادم اللي جوج كاينين، ايوا كلشي مزيان، الزري السكر التنسيو السرطان، ايوا تنقول لي حفظ ربي الزري كله مشكز مداد جوج كان الزري كله استفد كله قسمي نزرين بخير وعلى خير، كل شيء مزيان، يكون الصبح ربي الله يرحم والدين.